تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، انطلقت أعمال المؤتمر والمعرض الدولي لذوي الهمم والذي تنظمه الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب بالشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. هذا ويستعرض المؤتمر أبرز التحديات التي تواجه ذوي الهمم وسبل الارتقاء بهم واحتضان مواهبهم، بالإضافة إلى أبراز جهودهم ليكون لهم بصمة واضحة في المجتمع. تجارب متنوعة، تحديات كبيرة استعرضها المؤتمر الدولي لذوي الهمم ليبرز من خلالها الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين تجاه هذه الفئة من المجتمع، على اعتبار أنها مكون أساسي قادر على ترك بصمة في مختلف المجالات. جلالة الملك حفظه الله يعني وسمو الشيخ ناصر يهتمون بمثل هذه الفئات ويوصوننا دائما بأن نقف بجانبهم، وخصوصا المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية فإنها يعني تدعم مثل هذه الجمعيات والأهلية. نحن نأمل من خلال هذا المؤتمر أن نسلط الضوء على هذه الفئة وإيجاد الحلول المناسبة لحالات كثيرة منها ومعالجتها حسب آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية. طبعا احنا ركزنا في هذا المؤتمر علشان نجيب خبرات عملية، علشان انا كولي امر عندي طالب او عندي فرد من ذوي الهمم وين اروح، شنو الخدمات المقدمة. واحب اكد ان البحرين قطع الشوط كبير في الخدمة سواء على مستوى الرسمي او على المستوى الاهلي او الجمعيات الخيرية. جلسات نقاشية متنوعة بحث فيها المتحدثون كافة التحديات التي تواجه ذوي الهمم بمختلف أوضاعهم الصحية وسبل الارتقاء بهم وتمكينهم في مختلف المجالات ليكونوا قادرين على التواصل وبشكل سلس مع أفراد المجتمع. مثل هذه المؤتمرات والمعارض اللي تبرز قدرات وإمكانيات ذوي الإعاقة، هم قادرين على إنتاج أشياء كبيرة. إحنا يمكن أنا شخصيا قد أكون عاجز عنهم مقابل ما يمتلكونه من مهارات، فلما تولي الدولة بالاهتمام بهذه الفئة راح يتميزون ويطلع عندنا موهوبين في هذا الجانب. وجدت في هذه القاعات مساحة كبيرة لتنمية مواهب ذوي الهمم وفتح مجال كبير وآفاق جديدة يستطيعون من خلالها إبراز موهباتهم التي وهبهم الله إليها. تجربة البحرين في مجال رعاية ذوي الهمم على كافة الصعد باتت نموذجا يحتذى به، خصوصا وإن القطاعات الأهلية والجمعيات المتخصصة استطاعت أن تخرج لنا بنماذج متميزة وتجارب ناجحة لأفراد من ذوي الهمم تم إدماجهم في سوق العمل. تجربة متميزة في مجال رعاية ذوي الهمم استعرضها المؤتمر من خلال تسليط الضوء على تجارب ناجحة ولافتة لذوي الهمم أنفسهم استطاعوا من خلالها أن يشقوا طريقهم ويضعوا لهم بصمة واضحة في المجتمع بمساعدة مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها مملكة البحرين في خدمتهم. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.